لو الحكاية فيها إن فيتو بيعمل الصالح. أنا كل الناس جنب يعني كل رفع جمالك على السجائر أنا مبسوطين على الأقل الناس بتحافظ على صحة الشعب. وياريت تحافظ كمان وياريت كمان يرفع السجائر كمان شفتوش يرفع الدعم على السجائر يرفع الدعم عن الكمون يرفع الدعم عن يزيد الضرائب على الصالات الفارحة تمام؟ تمام يزيد الدعم على اليخوت يجيب عن الانشاد رأي النظر مقتدر ان هو هيركب ده انشاء يركب عربية مرسيدس 500 او الكلام ده كله لا يدفع للشعب تمام يدفع للشعب على اساس ان هو الناس يقدر يعمل مشروعات ويعمل حاجات بتفيد الوطن واحنا مستنيينه باذن الله بعد شهر رمضان باذن الله هنسمع حاجات كويسة جدا. يعني حضرتك متوقع ان في قرارات ايجابيه في الفتره القادمه؟ اه باذن الله. تمام. لكن طول ما هو الراجل ما هوش في الفساد او الناس اللي حواليه كويسين ليه لا حضرتك؟ تمام. فيتو